انا بقول حاجه وانتوا بتقولوا جمله تانية. حصاني وتحتي على الفرسان والصقر ينده وشرب الموت يا حلالي جندلتي فايز وكايد واكرم حمدان وخطر الطار يا خادم خطر الموت. الك مايسترو. لا كثير منيح بس خلينا نحط البريك هون بدل ما نحطه هون، شو رايك؟ يلا بدي طلع البريك تحت البريك بدي طلع ونصير يلا مشينا. طيب اوكي طيب يلا قولوا هاي كاميرا حلو الميك اب هيدي اللوحه لسه بدها تعطيكي هلا الكاميرا الميكينج اب علت شو حلو انا لقيتها كثير هاي شو مهضومه هي تبع بتقلك شو لانه دائما الكومبينيشن الفنانين بتكون مختلفه حتى لو حدا مرة تانية دائما في نكهه جديده اكيد بتصور انه راح تكون حلقه حلوه ان شاء الله لانه سو فار كل شيء حلو والاغاني حقيقة كل اللي عم يشوفونا عبر شاشة دبي الكريمة أنا أكيد فرحت كتير كبير اليوم بوجودي بهذا البرنامج برنامج ترتتا. أولا تحية مني ومن جمهور مصر العظيم لبرنامج المحترم برنامج كبير ترتتا. أنا أولا بشكرهم على حضوري ليهم النهاردة وهم اختاروني. برنامج الأفخم برنامج الوطن العربي يضم كل الفنانين ويعمل دائما أجواء حلوة كثير وأجواء حتى تعارف بين الفنانين نفسهم فأنا أشكركم كثير